رحيم بن عيشوش أو لوكاكو الجزائر كما يصفها البعض، هدافة بلمسات سحرية جعلها تتربى على عرش هداف البطولة الوطنية النسوية بأرقام فلكية بواقع 20 هدف في 11 مباراة. ابنة توغرت لطالما أبدعت مع المنتخب الوطني النسوي في جل خرجاته، لتجد نفسها خارج حسابات مدربة الخضر راضية فرتول في مباراة الفاصلة أمام جنوب أفريقيا المؤهلة لكان. استبعاد اللاعب جعل أصابع الاتهام توجه صوب مدربة المنتخب، فكثرت التأويلات والتفسيرات، فهنالك من نسبها إلى فكرة العنصرية، ومنهم من أثار قضية تحجب اللاعبة، لتخرج ابنة الجنوب مفندة كل ما قيل عن سبب استبعادها عن المنتخب. الحاجة احنا عندنا في الجزائر تعرف اي كما نقولوا اي حاجة تدي بعدها الناس تحب تزيد فيها كما نقولوا، هل تعرف كما نقولوا الفيسبوك والسوشيال ميديا هادو اي حاجة يعطوها ابعاد واحدة اخرى. كما نقولوا اي واحد عنده بروبلام باش يتخلص منه ويدخل في تفاصيل واحدة اخرى. انا ما نضمنش من انا كما نقولوا على المباشر للناس كل نقول لهم نحيوا التخمام هذا تاع الجنوب وتاع المقصات والحجاب وما كانش منها. في تصريح لوسائل الاعلام كشفت الكوتش راضية ان سبب الابعاد هو تراجع مستوى اللاعبة، محاولة بذلك تسليط الضوء على ضعف البطولة الوطنية. رحمة كانت معنا في تولي ستاج لي سات ستاج افون لا كوباغاف هي ودوت، قلنا درنا تقييم دونك كيف كو ميم ريسبكتي لو شوا تاع لو ستاف، هي توت ان ستاف راهم هنا الله يبارك نساء ورجال. حاجه اخرى زادت عيطنا لها في دو ستاج اللي هما تاع سبتمبر مع لو ستاج دو بري سيليكسيون دي جواز جبناهم الخارج بلوس على ميم بارتيسيبي معنا في كونتر لو سودان. رحمه نعرفوا الامكانيات تاعها، نطلبوا منها تزيد تعمل اكثر، عندها امكانيات ولكن لو بلون تاعنا سو لو بلون تاكتيك يدوموندي تفاصيل صغيره كان اختيار. ورد على مدربة الخضر خرجت رئيسة ناديها مدافعة عن مدللة فريقها. هي قالت باللي راهو سيتان شوا تكنيك، السؤال مطروح ولا لاعبة موجودة بالمنتخب الوطني، هل فريق يعني لهذه النقطة انه ماهوش قادرين يخدموا كل اللاعبات. انا نظن يعني هو قرار يرجع ليها، ولكن نظن انه كان تهميش هذا فيما يخص هذا الجانب. فيما يخص البطولة لما تقول ناخبة وطنية البطولة نخسرها بكاين ب16 بصفر كاين 19 بصفر، نقول كاين فرق في الشامبيونا دو فرانس لا سيمان باسي كان اللي خسرت 19-0، ثم سي با جون ريفيرونس. لتبقى قضية إبعاد غزات الجنوب تطرح عدة تساؤلات لدى أنصار سيدات المنتخب الوطني النسوي. DMCM تتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني. DMCM المتخصص في استيراد المعدات والمستلزمات الطبية والموزع الحصري للمنتجات الصحية لعلامة روزماكس السويسرية. للمزيد من المعلومات اتصل بالرقم التالي أو زور صفحتنا على الفيسبوك.